يا السلام عليكم دركم الحجباب شاطكم وتم الصحة والعافية. واليوم جبت لكم أكثر 60 أنمي تقييما بالنسبة لليابان. طبعا اللي تابعني من قبل راح يعرف ان انا سويت فيديو افضل 100 انمي بالنسبه لليابان قبل كم سنه تقريبا، والفيديو صار له كم سنه تقريبا مثل ما قلت، فاكيد من وقتها في انميات كثيره نزلت، فالترتيب 100% بيتغير. فايب هذا موضوعنا الفيديو هذا لليوم، اللي هو افضل 60 انمي بالنسبه لليابان من ناحيه التقييم. وقبل ما نبدا بشكل سريع، حبيت اقول لكم ان اخيرا بعد معاناه طويله جدا انا وإيراتو قدرنا نطلق دورة تعليم للغة اليابانية. طبعا الموضوع هذا كنا شغالين عليه فترة صراحة، وقدرنا نجيب معلمين حرفيا جلادين، يعني هم هذين اللي تسميهم بالسنسي، هم يعتبرون جراية فرع اللغة اليابانية. وانا صراحة اخيرا متحمس بني احضر الدورة هذه، لان تعرفون يعني يابانيتي خلينا ما نتكلم عنها. عموما رابط الدورة بتكون تحت في الوصف، وانا شخصيا صراحة راح ادخل الدورة، منها اني احسن اللغة حقتي، ومنها يعني نكون صريحين مع بعض، يعني في الحجر هذا اغلبنا صار عنده وقت، فيعني نستفيد من الوقت الفراغ اللي عندنا. قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك اذا عجبك الفيديو هذا، وخلونا نبدأ. في مركز الستين عندنا انمي نينتاما رن تارو. ايش الانمي هذا؟ اوكي، وانا اقول كيف ما عرفت الانمي هذا. انا اتحدى اي واحد يتابع الفيديو هذا يعرف الانمي هذا، او خليك منه يعرفه انك تتابع الانمي هذا، اتحداك. وفي المركز الثاني عندنا انمي ايس اوف دايموندو. اوكي، هذا الانمي حق البيسبول يا جماعه. اوكي، مبدئيا الترتيب جميل جدا الصراحه كبدايه، يعني يبشر بالخير. مركز 58 عندنا كاراكاي جوزو نو تاكاغاي سانتو. اوكي، قدرت اقراها بطريقه صحيحه، خلونا ندور عنها. اوكي، نو وندر، لا عجب اني ما سمعت في الانمي هذا. اليابانيين يا اخي عندهم انميات كثيره من او ماي جود، شو قاعد يحصل؟ ليكون هذا انمي رومانسيه. اي يا مدير، كم اعماركم؟ اي وات، هم في صف اول ولا ثاني؟ يا حبيبي انا اكبر همي لما كنت صف اول ولا ثاني كيف ممكن اجيب سياره سابق ولاحق اصليه، او كيف ممكن اجمع فلوس عشان اشتري بي بليد اصليه. هذا كان اكبر همي حرفيا. وانتو ايش في اللي بعده؟ مركز 57 ارابورو كايسيتسو نو اوتومي دومويو. اوكي، يحتاج لتحسين لغه يابانيه بقوه. كالعادة انمي 100% مدرسي ولا رومانسي، اليابانيين فيهم مشكلة حرفيا. والمركز ال 56 عندنا انمي ايدول ماستر سا وات از ذيس سيرش يا مدير. اوكي، انا ما اريد اظلم الانمي، بس شكله انمي للبنات 100%. مركز ال 55 انمي دبل دكر دوغ اند شو؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ مركز ال 54 انمي بانج دريم الموسم الثاني. اسالكم بالله، يعني اسمي سفاح، تتوقعوني بتابع انميات نفس هذه؟ انا اذا راح اتابع انميات نفس هذه لازم اغير اسم قناتي حرفيا. مركز ال 53 انمي ريستيج دريم ديز، ومن شكل علامه الموسيقى بانه هو انمي موسيقي. لا اوكي، طبيعي، انا قاعد اقول لكم الاشياء اللي انا ما اعرفها 100% تكون من انميات زي هذه. مركز ال 52 انمي سيلز ات وورك. اوكي، الانمي هذا سمعت فيه وسمعت ان فيه ناس يمدحونه، فيعني في امل في الانمي هذا. مركز ال 53 لا 53 مين 51 انمي كونو اوتو توماري. اوكي ليتس جو. شوف يحطون انميات مقرفه نفس هذه ويتوقعون مننا ان نعرفها. انا ما اعرف ليش اليابانيين صراحه يحبون الانميات المدرسيه بالطريقه هذه. يا اخي عندهم هجوم العمالقه، عندهم ديث نوت، عندهم دراجون بول، عندهم كود جياس، عندهم يا رجل انميات اسطوريه الا لما تقول بس. وفي النهايه يحطوا لي هذا. وفي مركز ال 50 بوكيمون سن اند مون. اوكي، اخيرا شفنا شيء نعرفها. اوكي ليتس جو. مركز ال 49 اللي بعده ذا رايزنج اوف ذا شيلد هير. اوكي اخي، اوكي يا جماعه هذا الانمي يمدحونه بطريقه غير طبيعيه. انا شفت ان المدح قل في الانمي هذا على نهايه الحلقات، ما اعرف ليش صراحه، بس بدايه الانمي كل الناس كانوا يمدحونه. اوكي نايس، اوكي لسه بدات تتحسن مره اخرى من بوكيمون وذا رايزنج اوف ذا شيلد هيرو. يلا ليتس جو. مركز ال 48 جولدن كاموي. اوكي يابانيين انتم بداتوا تعجبوني. هذا هو الانمي اللي تسال كيف شكله. ونروح للانمي اللي بعده 47 كيراتو بيوري تشان. اوكي، من كلمة تشان انا غاسل يدي.
انا صراحة ودي نعرف كيف شعور راعي الكاشير لما يجي واحد عمره 30 سنة وشايل قرص بلوري مرسوم عليه صورة الانمي هذا. انا لو راعي الكاشير بقول اطلع برا على طول. مركز ال 46 عندنا انمي ون بيس. ون بيس 46. او ماي جود، ليه حاطين ون بيس 46؟ مش على اساس ون بيس معظمينه في اليابان وكل الناس يحبونه؟ اوكي نكمل. الترتيب بدا يكون غريب. 45 فينلاند ساغا. وات، الحين الانمي مال فايكنجز صار افضل من ون بيس؟ هو شوف فينلاند ساغا خطير، انا اقول لك اياها، انا شفت الانمي والانمي خطير جدا، بس ون بيس حلقاته اكثر واحداثه اكبر وقصته اعمق وكل شيء يعني افضل الا التمطيط، بس انه فينلاند ساغا يكون افضل من ون بيس؟ اوكي هنا الموضوع بدا يخترب قليلا، فخلونا نكمل. 44 ايرودوكو ذا وورلد ان كلرز، اكيد رومانسيه كالعاده. مركز 43 ان ايفن وورلد، اوكي ما راح اتعب نفسي اني ادور عنه صراحه. مركز اللي بعده 42 شينكانسن، ما راح اقرا الاسم اللي بعده ما راح اقرا الاسم، اسم طويل بزياده صراحه. 41 فروت باسكت، اوكي بديت اشوف انميات اعرفها يا جماعه، لان لاحظت ان الترتيب هذا نص انميات، يعني يعطيك كذا اثنين انميات ما تعرفهم، بعدين اثنين تعرفهم، اثنين ما تعرفهم، اثنين تعرفهم، فعلى الاقل افضل من الليسته الماضيه اللي افضل 100 انمي اللي سويته، لان في افضل 100 انمي يمكن عرفت صفر يمكن. فيلا ليتس جو. اللي بعده مركز ال40 انمي داكاشي. انا قاعد اقول لكم اليابانيين فيهم خلل، صدقوني انا لو اقرب من صاحبي بالطريقه هذه راح ابلع كف محترم، اذا ما كان بوكس، اذا ما كان نعال. مركز 39 هيوج بريتي كيور، اريد ابكي. مركز 38 تنساي سلايم، ده يكون انمي حق السلايم هذاك، اوكي طلع هو، اوكي نايس. المركز اللي بعده 37 ون بنش مان، اوكي اليابانيين بدوا يعجبوني اكثر، اوكي ون بنش مان خش علي مدير. اللي بعده 36 كارول انتيوزي، اتوقع الانمي هذا حق الغناء والموسيقى والكلام هذا. يب مثل ما قلت لكم انا سمعت كلام جيد عنه بس نو. مركز ال 35 سينكاي زيشو سيم، نو اللي بعده 34 سكال فيس بوكسر، ايش هذا؟ وات؟ انمي كامل عن هذا؟ عن هيكل عظمي وكتب؟ الغريب انه ماخذ تقييم 7.3 في موقع ماي انمي ليست، ما ادري انا ما صرت اوثق في تقييمات ماي انمي ليست الصراحه. مركز اللي بعده 33 سوارت ارت اون لاين، اوكي اتوقع هذا الجزء الجديد، اوكي مو مشكله، في كثيرين من الناس يحبون سوارت ارت اون لاين فممكن يعني افهم الشيء هذا، ممكن اوكي نايس. 32 سايكي كي سيزون 3، ايش هذا يا اخي؟ الانمي هذا دائما اقول راح اشوفه واسحب عليه. طبعا اللي ما يعرف هو نفسه مؤدي صوت اكاشي من انمي كوروكو نو باسكت اللي يؤدي الشخصيه هذه، او شخصيه ليفاي من انمي هجوم العمالقه، فيس نفس مؤدي الصوت. اللي بعده مركز 31 هاو هيفي ار ذا دمبلز يو ليفت، اوكي من اسمه اسم غبي يقول لك ما هي كم يعني الدمبلز الاثقال اللي انت تشيلها من اسم الانمي. ثانك يو ما راح اشوف. اوه حركت على نفسي دقيقه، اوكي كذا ممتاز. مركز 30 ويستفول دايز اوف هاي سكول جيرل، ما راح ابحث عنه من اسمه هاي سكول جيرل، ما اريد. يابانيين بليز وقفوا. مركز 29 ديتكتيف كونان، محقق كونان، اوكي عشان اكون صريح معاكم المفروض يعني محقق كونان بالنسبه لليابانيين يكون افضل من المركز هذا، بس ممكن لانه في انميات كثيره نزلت، فكل ما تنزل انميات اكثر كل ما الانميات الاسطوريه يعني احس ان ليفلها يقل اكثر، فيمكن هذا هو السبب، يمكن فيها اسباب ثانيه ما ادري. نكمل. مركز 28 انسمبل ستارز، يعني انا اتمنى مره واحده تعطوني اسم انمي ما يكون غريب ويكون طبيعي. اللي بعده مركز 27 فاير فورس، اخيرا. بس تعال دقيقه، انا شفت انمي فاير فورس مستحيل يكون افضل من كونان ولا ون بنش مان ولا ون بيس لا 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 نو 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 الترتيب 100% مضروب، 100% ترتيب مضروب، انا اعلنها من الحين، بس نكمل مو مشكله. مركز ال 26 باني جيرل سمبا، ما راح ادور الاسامي المشبوهه راح اسحب عليها. مركز 25 ان انجل كيم داون تو مي، ادور ولا لا؟ تبا راح ادور، يا ريتني ما دورت. مركز ال 24
بونجو ستري دوغز الموسم الثالث. اوكي بونجو ستري دوغز خطير، يستاهل ان يكون موجود في الليستة. انا اتفق بونجو ستري دوغز يستاهل يكون في الليستة. هل هو يستحق مركز 24 ولا لا؟ هذا حديث ثاني، ولكن انا مبسوط جدا برشوف بونجو ستري دوغز لان الموسم الثالث برضو كان خطير جدا جميل جدا. مركز 23 جيفن وات انمي غناء اكيد. وات از ذس يا اخي بطلوا، شو صار في اليابانيين يا جماعه؟ كلهم صاروا يحبون الغناء والمدرسي والرومانسيه انا من يوم ما شفت حقين الصف اول هذا لا كان غاسل يدي. ليتس جو. مركز 22 ستار مو فيز 3. اللي بعده مركز 21 دروررو. اوكي جميل جدا، انمي ثاني نعرفها نايس. مركز 20 تاون ايش؟ شوفوا حتى ابحث عنه في جوجل طلعت لي سياره واتهل، هذا اكبر دليل بان الانمي حقهم هذا مش معروف. مركز ال 19 بروميست نيفرلاند. اوكي نيفرلاند الاسطوره متوافر في هذا الفيديو صراحه. متوافر في هذا الفيديو هذه كلمه صحيحه؟ للامانه ما جاء في راسي ولا 1% ان نيفرلاند بيكون موجود، فشيء جميل. اوكي في امل، في امل، الامل رجع، الامل رجع. مركز 18 اس 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 مليون اس جرايدمان. انا حاسس اني شفت الانمي هذا في مكان بس ما اعرف ايش هو، بس شكله ميكا ف سيتم السحب عليه شكله. مركز 19 كاغويا ساما. الصراحه الانمي هذا الشباب مدحوا لي اياه، قالوا لي انه خطير، انمي فاصل خطير جدا فشوفه. ف اوكي هذا الانمي شكله في امل، يعني انا خايف من عباره لوف زوار بس انه على حسب المدح اللي جاء بانه هذا مش نفس اي انمي يعني رومانسي عادي. اللي بعده مركز 16 استرا لوست ان سبيس. الانمي هذا برضه حاطه في قائمه الانميات راح اشوفها، فشكله بيكون جميل لانه له علاقه في الفضاء والكلام هذا. ليتس جو. اللي بعده تسورين هاي سكول. لا ما راح ادور، ما راح ادور. اللي بعده 14 دكتور ستون. العب يا مدير يا دكتور ستون. يظل في شيء غريب دكتور ستون بالنسبه لي. انا شفت دكتور ستون، شفت بنت ساقه، شفت فاير فورس، شفت انميات كثيره من اللسه الموجوده، ولكن يظل انا مش مقتنع بان كيف هم افضل من انميات مثل ون بيس ولا كونان ولا ما ادري. كمل دقيقه توني انتبه حتى ان دكتور ستون افضل من بونغ سري دوغز الموسم الثالث. وات نو 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 كمل كمل. 13 انا راح خلاص انا احبط، شكله بيجيني الضغط والسكر. مركز 13 زومبي لاند ساغا. كمل. 12 لورد اسمه طويل جدا نو واي. اللي بعده كينج اوف ايش الكلمه هذه؟ اخ راسي. مركز العاشر اوكي هنا بدينا الموضوع يصير حماسي شويه. مركز العاشر يوغي يو. شوف انا قلت لكم ان نيفرلاند ما توقعت انه يكون موجود في الليسته، بس يوغي يو كان اقل من الغير المتوقع. نكمل. مركز التاسع انا ما اتوقع صراحه يوغي يو للحين بيكون عنده شهره. ليتس جو. مركز التاسع كيميرو ايش هذا؟ ما ادري شكله انمي مريب. نكمل. مركز الثامن جوجو جولدن ويند. فاينلي انا مبسوط اني اشوف جوجو في الترتيب هذا وفي مركز الثامن. جدا يستاهل جدا من وجهه نظري جوجو يستاهل. انا خلصت كل اجزاء يمكن في فتره ليست بطويله خرافيه. انا اقول لك الانمي جدا في عالم ثاني. مركز السابع رن وذ ذا ويند. او ماي جود لا تقول لي هو الانمي مال ركض هذاك. الانمي هذا اقل من عادي يا جماعه، مش اقل من عادي، اوكي اعتبر اني عادي، اوكي انا خلصته وكان انمي حق مضيعه وقت فقط لا اكثر ولا اقل. مستحيل من سبب المستحيلات ان اقارن حتى في دكتور ستون حتى في نيفرلاند، مستحيل يتقارن في الاشياء هذه كلها. انا اقول لك اياها ولا في بونجو ستري دوغز. كيف موجود في المركز هذا؟ كيف؟ ازاي؟ طبعا متعودين من اليابانيين اشياء اللي يحبوها غريبه جدا. نكمل. مركز سادس اتاك اون تايتن. اوكي هذا المفروض يكون الاول لو سمحتوا، لو سمحتوا هذا المفروض يكون الاول. الموسم الثالث كان شيء خارق للطبيعه. طيب خلوني اشوف ايش هي الخمسه انميات اللي حطوها يعني بترتيب افضل من هجوم العمالقه. سارا زانامري. انت اول ما تشوف واحد مسوي المسكه هذه مالت الراس هذه انسى 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 خلاص. مركز الرابع موب سايكو. جميل بس مارك مكانه غلط. نكمل. بلوم انتو يو برضو شكله انمي رومانسي ولا مدري ايش. نكمل. مركز الثاني بانانا فيش. افضل من هجوم العمالقه اوكي ما راح. مركز الاول ديمون سلاير. وات قاتل الشياطين؟
اي 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 بوس 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 وقف وقف. كيميتسو نو يايبا انمي خطير يستاهل يكون من افضل 10، بس شخصيا استمتعت في جوجو وفي هجوم العمالقه اللي موجودين في المركز السادس والثامن اكثر من قاتل الشياطين. مع ان قاتل الشياطين كان جميل، شخصيات فيه جميله، ولكن الاول انا اشوف ان هذه مبالغ فيها بشكل غير طبيعي. وبس حسنات الفيديو، اتمنى انكم تعجبكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك والكلام الجميل ده كله، واذكروا ارائكم ومقترحاتكم تحت في التعليقات، وانا بشغل مكيف للقاء. مع السلامه.